أهلا بكم في أخبار المساء. أطلق مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان خدمة علاجية رائدة لمرضى سرطان البروستات، مما يمثل تقدما كبيرا في علاج السرطان داخل السلطنة. صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب يرعى افتتاح أعمال ندوة المجالس البلدية 2023 التي تنظمها وزارة الداخلية على مدى يومين. ألقت شرطة عمان السلطانية القبض على 3 أشخاص بتهمة تهريب أكثر من 160 قالب من مخدر الحشيش بمحافظة مسقط، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهم. لمعرفة المزيد من الأخبار تابع الموقع الإلكتروني www.thearabianstories.com.